كما كنقول المثل المغربي اللي كما يغرش على ما كيغرش على بنادو ولادو موت احسن من حياته. السلام عليكم، معكم وليد حمودان من مدينة شفشاون، أب لطفلتين، متتبع الشأن المحلي والدولي. شنو الدافع اللي خلاني نقوم بالفيديو أخي؟ الدافع اللي خلاني نقوم بالفيديو أخي هو حب الوطن ديالي أول حاجة. كما كنقول المثل المغربي اللي كما يغرش على بنادو ولادو موت أحسن من حياته. أنا كنت جالس في الحومة عادي تبلاصه داك الطونوبي قدامي هذيك، عجبني هذاك الديزاين هذاك اللي فيها، ملي كنشوف هذه الخريطه هذيك حققت مزيان نشوف بان الخريطه المغرب مفتوره فيها مقسومه الى قسمين. لذلك عملت هذاك الفيديو هذاك وضحت فيه الصوره للناس بان راه هذا راه هذيك بلادنا، ولكن باش تدخل للمغرب ديالنا خاصك تحترم التوابيت ديالنا. كما كيعرف الجامع اي واحد كيجي واحد الاحساس في شكل تسمى، انا عمري ما عملت شي فيديو ولا شي حاجه، اول مره كنحط واحد الفيديو وانتشر بزاف في المغرب، وهاد الاحساس راني نقول لك فرحت مزيان، فرحت بان راه كاين الناس غيور على الوطن ديالهم، ونطلب من الله بان هذا الفيديو هذا يوصل حتى للناس المسؤوله. شنو الرساله ديالك من اي زائر؟ كما كتعرف الاخ رضا راه دوله المغرب دوله التسامح، ومرحبا باللي جا، جميع الديانات مرحبا به، ماشي ديال قاسم غير يتبعوا التوابيت ديال الدوله. وحنا كما كيعرف جميع العالم بان الصحراء المغربيه ابا عن جد حتى يغيث الارض وما عليها، ونحن تحت شعار واحد الله الوطن الملك.